السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون. منذ الإعلان عن التدخل الروسي في معارك العاصمة العام الماضي والاهتمام الدولي بالملف الليبي يزداد، ويزداد معه القلق الأوروبي والأمريكي. فما هي السيناريوهات المتوقعة للمرحلة المقبلة في ظل هذا القلق الدولي؟ وهل تتخذ الولايات المتحدة وحلفاؤها إجراءات حاسمة أمام تطور التواجد الروسي على الأرض؟ من جهة أخرى، ما هو مستقبل معركة سرت الجفرة وما احتمالية التدخل المصري؟ ومن هي الأطراف التي تدفع السيسي للتدخل؟ هذه الأسئلة وغيرها نحاول الإجابة عنها صحبة ضيوفنا الكرام. معي من عبر سكايب السيد صلاح البكوش المحلل السياسي، وعبر الفايبر العقيد عادل عبد الكافي الخبير العسكري والاستراتيجي. فباسمكم جميعا نرحب بكلا الضيفين الكريمين، وأبدأ بك سيد صلاح البكوش. اليوم كانت هناك زيارة لقيادة الأفريكوم لحكومة الوفاق واجتمعوا بمدينة إزوارة. بداية سيد صلاح، كيف تنظر لهذه الزيارة وما أهميتها؟ شيخ عبد الله، أنا عندما أقرأ البيان، نعم، وخاصة في هذه الأمور، الكلمات التي يختارها رئيس الأفريكوم والسفير الأمريكي مهمة جدا. أولا، أعتقد أن هناك ثلاث أشياء مهمة في هذه. أولا، أن الزيارة تمت للأراضي الليبية من قائد الأفريكوم والسفير الأمريكي. هذا يدل على مزيد من الدعم لحكومة الوفاق. لم تعد الزيارات في تونس أو في أوروبا كما كان يحدث من قبل. ثانيا، من الناحية السياسية، ركز نورلاند على أن الحلول السياسية تأتي عبر الأمم المتحدة، ولم يأتي على الإطلاق على ما قدمه السيسي وما عرضه آخرون. ثالثا، من الناحية العسكرية، دعا الجنرال تاونزند رئيس الأفريكوم إلى وقفة، وهنا نؤكد على هذه الكلمة، وقفة استراتيجية، strategic pause، وقفة استراتيجية. والوقفة الاستراتيجية في العلوم العسكرية معناها أنك أنت تأخذ برهة من الزمن لتقييم الموقف، وهو ما دعا جميع الأطراف إلى القيام به تاونزند. ولكنه أيضا أكد من جديد المخاطر الناجمة عن التواجد الروسي في ليبيا، بل وأضاف أن تواجدهم يشكل تهديدا استراتيجيا للملاحة في المتوسط. فعلى هذا الأساس أعتقد أن الموقف الأمريكي تأكد من جديد في دعمه لحكومة الوفاق على الأقل سياسيا، وعلى أن المؤسسة العسكرية والاستخباراتية في أمريكا تنظر إلى التواجد الروسي بكل جدية وتعتبره خطرا كبيرا على الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو. وعلى هذا الأساس وعلى هذه النظرة تترتب كيف تتعامل الولايات المتحدة والناتو مع ما يجري على الأرض الآن. طيب، لك سيد صلاح، أليس أيضا هناك إشارات بأن على حكومة الوفاق أن تتوقف عند هذا الحد ولا تتوغل أيضا في المنطقة الشرقية؟ أنا لم أقرأ في البيان أي شيء من هذا القبيل. دعت جميع الأطراف إلى أن تأخذ برهة من توقف العمليات العسكرية لتقييم أوضاعها الآن وفي المستقبل. طيب، عقيد عادل عبد الكافي، الآن ربما كيف تقرأ تصريح
السفارة على حساب ما جاء على حساب السفارة الأمريكية بأن أنه في سياق تصاعد التدخل الأجنبي في ليبيا، يعني تقول وتعبيرا عن الاجتماع الذي حصل في زوارة، ركز الاجتماع على الفرص الحالية لإيقاف استراتيجي مؤقت في العمليات العسكرية من قبل جميع أطراف النزاع. ماذا تفهم من هذا التصريح؟ تحية طيبة لك شيخ عبد الله وكذلك لضيوفك الكرام ومشاهدين قناتكم. هذا الاجتماع يدل بمنتهى الوضوح إلى استمرار التنسيق ونقول تشاور ما بين الوفاق الوطني والإدارة العسكرية السادسة أفريكوم، الذراع العسكري للولايات المتحدة الأمريكية في أفريقيا، بشأن تحقيق استراتيجية مكافحة الإرهاب التي تعمل عليها الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى العالم. وهذا يأتي من في إطار التنسيق أحيانا ما بين هذه الإدارة سواء مباشر مع الحكومات أو بدون التنسيق مع الحكومات. هنالك عمليات قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية في عدة أراضي أو في عدة مواقع بدون أن يكون هنالك يعني تنسيق بشأن هذه العمليات، نظرا لحسية ملاحقته والقضاء عليه. ولكن في الأساس هي تنسق مع الحكومات، وعلى رأسها طبعا نتحدث الآن عن وضع ليبيا، هي بتنسيق مستمر مع حكومة الوفاق الوطني وتعدها شريك أساسي، ومع القوات الفاعلة على الأرض المتمثلة في قوات الجيش الليبي والقوة المساندة في التنسيق المستمر والدائم. وتأكيد هذا التنسيق من خلال هذه الزيارة أن هذه القوة الرئيسية والقوة الفعلية على الأرض التي وكذلك هذه الحكومة المعترف بها الدولية هي التي ننسق معها في مكافحة الإرهاب. طبعا في ظل نقول عدة عوامل أو نقول متابعة، الرصد، الملاحقة لعناصر الإرهابية سواء مرورها من الحدود الجنوبية لليبيا من وإلى الأراضي الليبية، هنالك تتبع من خلال استخبارات أفريكوم لهذه العناصر، رصدت عدة معلومات بخصوص تدفق من وإلى خارج الأراضي الليبية من قبل بعض قيادات هذه العناصر. فلذلك هي يعنيها جدا أن يحدث استقرار في ظل طبعا التصعيد العسكري الغير مسبوق الآن والتهديد من بعض الدول الإقليمية بشأن التصعيد من حدة الصراع العسكري. نعم. بعد الأخيرة والاستشارات الأمنية وبالأسلحة وبنقول بوضع الخطط العسكرية، أصبح الآن هنالك تهديد بالتدخل مباشر، بما يعني بمنتهى الوضوح ما بين قوسين أن هذا سيحدث فراغ أوسع وأكبر أمني وعسكري داخل الأراضي الليبية، مما الأرض هذه العناصر الإرهابية، وهذا ما يقلق الولايات المتحدة الأمريكية نظرا أن هذه العناصر تستطيع المرور عبر الهجرة غير شرعية إلى أراضي أوروبا التي تعد من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. كذلك تهديدها دول الجوار لليبيا، فلذلك هي معنية على تحقيق الاستقرار في ليبيا. ولذلك حتى من خلال البيان التصور كان واضح بخصوص أن نقول يعنيها استقرار ليبيا من خلال عدم تصعيد من حدة الصراع حتى يكون هنالك مواجهة لهذا التنظيم على الأراضي الليبية. طبعا الأراضي الليبية رقعة جغرافية شاسعة لا تمتلك حكومة الوفاق الوطني سيطرتها على جميع الأراضي الليبية، طبعا نظرا لانتزاع خليفة حفتر للمنطقة الجنوبية من أيدي حكومة الوفاق الوطني، كذلك منطقة سرت الجفرة والمواني النفطية التي كانت تبعيتها لحكومة الوفاق الوطني وهي المسيطرة أو تديرها. فطبعا أصبح هنالك نقول إرادة عسكرية بخصوص إعادة السيطرة أو استرجاع سرت الجفرة، نظرا أن هذه المواقع مثل ما أشرت هي كانت لحكومة الوفاق الوطني، فلذلك تخشى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال التصعيد أو التصريحات التصعيدية من إحدى الدول الداعمة لخليفة حفتر وتحديدا مصر بخصوص تدخلها المباشر والقبائل أطلق عليه أبناء القبائل، مثلما صرح الرئيس المصري بخصوص دعم هذه العناصر اللي نقول تصعيد الصراع، وأيضا هذا يرجعنا إلى إحداث نقطة فراغ أمني وعسكري تشكل خطر على استراتيجية
التهديد. نعم عقيد عادل، أرجو أن تبقى معي. انضم إلينا الآن السيد أحمد مولانا الباحث السياسي. سيد أحمد أهلا وسهلا بك. سيد أحمد، يعني ما مدى جدية الأفريكوم والإدارة الأمريكية في إخراج الروس من ليبيا وتقليل نفوذهم، وعندما يصرحون بأن دعم روسيا لعمليات الفاغنر تشكل خطرا، وأن والأهمية الاستراتيجية لضمان حرية الملاحة في البحر الأبيض المتوسط، فما مدى جدية الأفريكوم والإدارة الأمريكية في إبعاد الروس عن السواحل والأراضي الليبية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلال الحقبة الأخيرة كان في انطباع أن الإدارة الأمريكية بتنسحب من منطقة الشرق الأوسط سواء من الخليج أو من الشمال الأفريقي، وفي ظل هذا الانطباع بدأت روسيا تسعى أنها تمدد نفوذها في هذه المنطقة وبالأخص يعني في القارة الأفريقية. وشهدنا خلال الشهور الأخيرة أول قمة روسية أفريقية عقدت في روسيا، شارك فيها رؤساء ورؤساء وزراء أكثر من 54 دولة أفريقية. فبالتالي روسيا بتحاول أنها يعني ترسخ أقدامها في المنطقة، وكان خليفة حفتر هو رأس الحربة ورأس السهم الذي من خلاله تستطيع أن توجد موطئ قدم لها في ليبيا. هذا الأمر أزعج الإدارة الأمريكية. شهدنا عدة تصريحات من الإدارة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة تندد بتواجد قوات واغنر، واليوم أيضا اجتماع الذي حدث بين السفير الأمريكي وقائد قوات أفريكوم ورئيس الوزراء حكومة الوفاق، أيضا كان التدخل الروسي أحد القضايا التي يعني حدث نقاش حولها. فالتوجه الأمريكي للضغط لتقليل النفوذ الروسي في منطقة البحر المتوسط وبالأخص في ليبيا أظن أنه ضغط حقيقي، لأن أمريكا لا تريد لروسيا أن تشغل الفراغ الذي يعني قد تصور أنه نتج عن تقليل التواجد الأمريكي بالمنطقة. فهذا الأمر يعني أيضا التخوف من حدوث نزاع مباشر من بعض القوى الإقليمية الموجودة في المنطقة، بالأخص بعد انكسار مشروع حفتر اللي كان بيمثل رأس حربة لمشروع الثورة المضادة، واللي دفع عبد الفتاح السيسي مؤخرا للتهديد والتلويح بإمكانية تدخله في الشأن الليبي بشكل مباشر بقوات عسكرية. هذا الأمر قد يؤدي إلى تحويل ليبيا إلى ساحة صراع أخرى شبيهة بالمشهد السوري وكذلك بالمشهد اليمني، وهذا الأمر لن يصب في مصلحة عدد من القوى الكبرى والقوى الإقليمية وفي مقدمتها أمريكا، لأن هذا الوضع قد يؤدي إلى تعزيز النفوذ الروسي، مثلما أدت الأحداث في سوريا إلى تعزيز النفوذ الروسي بشكل كبير أكثر مما كان الوضع عليه فيما مضى. نعم. طيب، عندما تشير إلى قضية الملاحة في البحر الأبيض المتوسط، ألا يمس هذا أيضا الاتفاقية بين تركيا وليبيا حول الحدود البحرية وربما الحفاظ على هذه الاتفاقية؟ هناك أكثر من وجهة يمكن النظر بها لهذا التصريح. ربما ينظر من هذا التصريح من زاوية ما أعلنته فرنسا مؤخرا، حدوث نوع من أنواع التوتر والتشاحن بين قوات بحرية فرنسية أو فرقاطة فرنسية وبين فرقاطة تركية، عندما حاولت الفرقاطة الفرنسية تفتيش إحدى سفن الشحن التركية. فهذا الوضع من التوتر بين فرنسا وبين تركيا على خلفية إعلان الاتحاد الأوروبي تنفيذ عملية إريني لمنع يعني وصول إمدادات إلى ليبيا من خلال البحر، هذا الأمر يعني قد يؤدي إلى أو أدى بالفعل إلى وجود تشحنات زادت حدتها مؤخرا. فربما يكون هذا هو المقصود بالتعبير الأمريكي، هو ألا تحول ساحة البحر المتوسط إلى ساحة للنزاع بين القوات إقليمية متنوعة. معروف أن فرنسا لها دعم لخليفة حفتر، وأن تركيا يعني تدعم حكومة الوفاق وفق اتفاقية الدفاع المشترك بينهما. فأظن أن تحول البحر المتوسط إلى ساحة نزاع هذا ما لا تريده واشنطن، وهذا هو ما تقصده تحديدا بهذا التصريح، هو ضمان حرية الملاحة في البحر المتوسط وتجنب التشاحن وتجنب حدوث مواجهات محتملة بين قوات بحرية للدول الموجودة في محيط الليبي. نعم.
سيد صلاح بكوش، الآن الإشارة أيضا في عبر حديث السفير الأمريكي أن المرجعية في التفاوضات السياسية تعود إلى ما التعهدات قمة برلين. يعني الآن أنت أشرت في حديثك بأن هذا ربما يسد حديث أو ما جاء في حديث السيسي وغيره من بعض المبادرات، لكن يبقى أيضا تأكيد على أن الأطراف المعترف بها في برلين منها حفتر، وأن أيضا الحوار السياسي والمفاوضات ستكون مع الطرف الآخر وهو ما يمثله حفتر. نعم، دعني أولا أشير إلى أنني لا أعتقد أن الموضوع الذي طرح في زوارة له علاقة بمحاربة الإرهاب. محاربة الإرهاب موضوع عرضي أعتقد في المحادثات. الموضوع بالكامل يتمحور حول التواجد الروسي في الوسط الليبي. ثانيا، المقصود بحرية الملاحة لا أعتقد أن له علاقة بترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، لأن ذلك ليس موضوع حرية ملاحة ولكنه مناطق اقتصادية. حرية الملاحة تتحدث عن الأفريقا من قبل، وهو أن التواجد الروسي يهدد ميمنة حلف الناتو أو جنوب أوروبا عن طريق إمكانية إقفال الملاحة والمجال الجوي لأوروبا إذا ما تمكنت روسيا من وضع أسلحة متطورة وخاصة المنظومات الدفاعية طويلة المدى في سرت والجفرة. أعتقد أن هذا هو الموضوع، وليس يعني ليس هناك مشكلة في الملاحة البحرية الآن. وفرنسا لا تحتاج على الملاحة البحرية ولكنها تحتاج على عمليات اقتصادية تنقيب وما إلى ذلك. أما بخصوص سؤالك، أنا ذكرني بالسؤال القضية أن المرجعية في المفاوضات هي تعود إلى تعهدات قمة برلين، بالتالي هذا في اعتراف أيضا بأن حفتر سيكون من ضمن هذه المفاوضات. لا شوف، يعني صحيح أن هناك مخاطر في قمة برلين، مخاطر كبيرة جدا ويعني تشكل خطرا على مشروع الدولة الديمقراطية في ليبيا بالكامل. ولكن برلين لا يتحدث عن حفتر، يتحدث عن الأطراف وما إلى ذلك. ما الخطورة في برلين، أو أولا ما تحدث عنه السفير نورلاند، المهم فيه هو أنه لم يأتي على ذكر مبادرة السيسي بتاتا، بل قال الأمم المتحدة، ولم يتحدث عن برلين بالذات، تحدث عن الأمم المتحدة. الخطورة في برلين ليس أن تتحدث عن حفتر، ولكنها تقول، وأنا أقتبس هنا، أن الحوار السياسي يبنى على التفاهمات، على تفاهمات أبو ظبي وباريس وباليرمو، ويقول أن توحيد الجيش الليبي على أساس مخرجات، على أساس مفاوضات محادثات القاهرة. نعم. بين عسكريين من حكومة الوفاق وعسكريين من حفتر وما تمخض عنه. هذه هي المخاطر في الحديث عن مؤتمر برلين. هناك خطر ثالث، وهو أن المذكرة التنفيذية، وهي ملحق لمخرجات برلين واعتمدت من الأمم المتحدة، تقول
بأنه في حالة حدوث انتخابات فإن قانون الانتخابات هو حصريا في يد مجلس النواب في طب. هذا هو الخطر في الحديث عن مخرجات برلين. وليس يعني حفتر، ممكن حفتر ممكن يجيبوا لك وجه ثاني عقيلة صالح أو أي شخصية ثانية. ولهذا أنا دائما أقول بأننا الآن ربما تخلصنا من حفتر، أنا متأكد من ذلك، ولكن لم نتخلص من المشروع. ويبقى إذن لازالت المفاوضات السياسية أو ما يترشح في حول الحل السياسي أو أي مبادرة سياسية، أيضا ثقل تعهدات برلين لا زال في المشهد ولا زال هو آخر مخرجات الأمم المتحدة. نعود إليك عقيد عادل عبد الكافي. عقيد عادل، ربما يلاحظ على هذه الزيارة من قبل قيادة الأفريكوم حجم الطائرة التي جاءوا بها، هل هذه لتقل بضعة أفراد أم لشيء آخر؟ عفوا يا شيخ عبد الله، معلش ما سمعت سؤالك. السؤال حول طبيعة هذه الطائرة التي جاءت بتنقل وفد قيادة الأفريكوم. ربما البعض يتساءل، هل هم بحاجة إلى حجم هذه الطائرة لكي يأتوا في مثل هذه الزيارة؟ نعم، بداية أعرج سريعا بخصوص تصريحات السفير نوران، يقول لك يعني يقول الواضح أن العنف الحالي يزيد من احتمال عودة تنظيم الدولة الإسلامية بين قوسين داعش والقاعدة في ليبيا، ويزيد من انقسام البلاد لصالح الأطراف الأجنبية، ويطيل المعاناة الإنسانية. لذا يجب على الجهات الخارجية التوقف عن تأجيج الصراع واحترام حظر الأسلحة الذي تفرض الأمم المتحدة، والوفاء بالالتزامات التي قدمتها في قمة برلين. هذا ما أشرت إليه بمنتهى الوضوح، لأن العلاقة أساسا المبنية ما بين حكومة الوفاق الوطني ما بين أفريكوم أو الذراع الإدارة العسكرية السادسة التي تعتبر مثل ما أشرت الذراع العسكري للسياسة الخارجية الأمريكية، هي على مكافحة الإرهاب. الولايات المتحدة الأمريكية لديها استراتيجية على مستوى العالم في بخصوص مكافحة الإرهاب، سواء بالتنسيق مع الحكومات أو غير التنسيق. عقيد عادل، فأنا حبيت نأكد على طيب في نفس هذه النقطة، ألم تكن الأفريكوم لها تواجد في مدينة مصراتة وتتعاون مع قوة مكافحة الإرهاب، ولكن انسحبت مع بدء الهجوم على والعدوان على طرابلس؟ يا سيدي الكريم، نعم. لا الولايات المتحدة يا طول ما استمر الصراع داخل ليبيا سيخدم مصلحة واحدة وهي تفتيت المنطقة. نحن نتحدث عن مشروع تفتيت دول الطوق لإسرائيل بدءا من العراق مرورا بسوريا وصولا إلى مصر. هذا ما تعمل عليه واحدة. ربما يتقطع الصوت عقيد عادل، لو تعيد العبارة. إذن تريد أن تقول بأن المشروع هو تفتيت المنطقة المحيطة بالعدو الصهيوني، ولا أدري بالضبط يا دكتور. لا، هو تفتيت هم ضربوا بحجة أن هي صدام حسين أغروه بدخول الكويت، فكانت النتيجة ما يحدث الآن في العراق وتفتيتها. لا، سوريا نفس الشيء، تمسك بشار الأسد اللي كان سيب احترام وصلت سوريا للوقت. حاليا مصر هم الاتجاه إلى إقحامها في الملف الليبي في ظل طبعا العملية السابقة اللي قام بها القذافي تفتيت السودان. خلاصة الأمر هذا هو المشروع، فالدول الغربية هي تعتبر أدوات لهذا المشروع، لأن من يسات وال جماعة بني إسرائيل، يعني هي المشروع كبير. فلا نقصد، لا يعنيها الاستقرار الولايات المتحدة الأمريكية، لا يعنيها الاستقرار في ليبيا، ومحدش يعني يمشي في هذا الاتجاه واجد. لكن نحن نتحدث عن علاقة مصالح، كيفية إدارة، نعم، استفاقة الولايات مع فرنسا مع إيطاليا مع طيب، أظن الفكرة وضحت سيد عقيد عادل، ولكن نريد أيضا
حتى تكمل معنا الحوار نعيد الاتصال بك من جديد وأنتقل إلى السيد أحمد مولانا. ربما هل هناك فاصل؟ نعم. طيب سيد أحمد مولانا، الآن يعني لو تحدثنا في سياق تصريحات السيسي أيضا وتهديده بالتدخل واعتباره سرت والجفرة خط أحمر وما إلى ذلك، يعني هل هذه التصريحات نتيجة صفقة بينه بين فرنسا، خصوصا أن اليوم فرنسا تتقدم بملف سد النهضة لمجلس الأمن؟ ويعني النشاط السيسي هو جزء من نشاط محور أكبر موجود في المنطقة، اصطلح على تسميته بمحور الثورات المضادة. هذا المحور الذي تشكل بعد ثورات الربيع العربي أراد أن يحول دول الثورات إلى مشاريع احتراب أهلي، مثلما في سوريا، مثلما في اليمن، مثلما يراد في ليبيا. وكان يراد من خلال هجوم حفتر في العام الماضي على طرابلس أن يتم حسم الوضع له ميدانيا وأن يسيطر على كامل الأراضي الليبية وأن يقيم حكم عسكري يعني أسوأ مما كان الوضع عليه ربما في عهد القذافي. فما حدث خلال الشهور الأخيرة من انكسار مشروع حفتر ومن ارتداد حفتر من المنطقة الغربية إلى المنطقة الوسطى ثم المنطقة الشرقية، كان هذا يمثل هزيمة لمشروع الثورة المضادة. فلذلك تدخل السيسي، وفي اليوم الذي أعلن فيه السيسي تصريحاته أصدرت وزارات الخارجية في الإمارات والسعودية والبحرين وكذلك حتى في اليونان تصريحات مؤيدة لتصريحات السيسي، وكان هناك كان في ترتيب مسبق لهذا الأمر. فما يريد هذا المحور حاليا هو تثبيت خطوط القتال الحالية على الوضع الحالي، مثلما نص السيسي على ذلك يعني في كلامه. هو لا يريد لقوات حكومة الوفاق أن تتمدد إلى سرت أو منطقة الهلال النفطي أو قاعدة الجفرة، باعتبار أن هذه المناطق هي مناطق استراتيجية ومناطق الثروات في ليبيا، ولا يريد أن تخرج هذه المناطق من يد حفتر، لأن إذا استطاعت حكومة الوفاق استعادة هذه المناطق يعني ذلك أن كل الجهد الذي قام به حفتر خلال السنوات الأخيرة قد ذهب هباء وذهب سدى. فلذلك السيسي يصعد من تصريحاته يحشد الجيش والدول الحليفة له في محور الثروات المضادة تدعمه من أجل تثبيت خطوط القتال الحالية. فإذا لم يحدث هذا الأمر وإذا يعني تواصل انهيار مشروع حفتر، عندئذ السيسي يتخذ إعلان القاهرة ذريعة للتدخل تحت غطاء أن هناك برلمان ليبي طلب منه التدخل وأن هناك قبائل ليبية طلبت منه التدخل، فيحاول آنذاك أن يساند مشروع حفتر كي لا ينهار هذا المشروع الذي هو جزء من المشروع الأوسع للثورة المضادة في المنطقة. فرنسا والسيسي بينهما تنسيق، بل أوسع من ذلك، هناك منذ عام 2014 تنسيق بين السيسي واليونان وقبرص، وأوجدوا ما يسمى بآلية التعاون الثلاثي، وأسفرت بعد ذلك هذه الآلية عن اجتماعات دورية برؤساء الدول الثلاثة، ثم بعد ذلك مناورات جوية وبحرية مشتركة تشارك فيها الدول الثلاثة تحت عنوان أو اسم ميدوزا، ودخلت إلى هذا التحالف مؤخرا فرنسا، وكذلك يراد تأسيس منتدى يعني للغاز في شرق المتوسط، بحيث هذه الدول تتكتل ضد مصالح حكومة الوفاق الليبية أو حتى مصالح حلفائها مثل تركيا وغيره. فنحن هنا يعني في المرحلة الحالية نشاهد يعني نوع من أنواع ليس الصراع المحلي إنما صراع إقليمي ودولي دخل فيه أطراف متعددة، وفي هذا السياق يأتي التدخل الأمريكي لمحاولة ضبط هذه الصراعات لكي لا تتطور إلى نوع من أنواع الاشتباك المباشر الأوسع الذي قد يهدد المصالح الأمريكية في ليبيا وفي المنطقة. نعم، لكن يبقى سيد أحمد لا يمكن تثبيت خطوط التماس القتال في سرت والجفرة بمجرد تصريحات. ما مدى إمكانية أن يقوم السيسي بأي عملية عسكرية ربما تدعم هذه التصريحات؟ يعني في ظل حالة الحشد الموجودة والحشد الداخلي والحشد الإعلامي ووجود نوع من أنواع الدعم الإقليمي وغطاء من بعض الدول الأجنبية مثل فرنسا واليونان، ظن أنه قد يقوم السيسي بتدخل محدود لدعم حفتر، لمنع انهيار قوات حفتر بشكل كامل، ولكي يحتفظ بحفتر كأحد الأدوات أو أحد الأطراف الموجودة في المعادلة السياسية في ليبيا. نعم. فأظن أن في يعني تحت هذا البعد قد يتدخل السيسي بالفعل،
وأن التهديدات الأخيرة ليست يعني تهديدات جوفاء أو تهديدات كلامية فقط، إنما قد تتحول إلى واقع، وإن كان قد يكون بصورة محدودة، ولكن قد تتحول إلى واقع في حالة الشعور بأن حفتر أو مشروع الذي يعبر عنه حفتر أنه ينتهي وأنه يتلاشى وأنه ينهار، لأن هذا يعني خسارة جهد كبير بذلته مصر والإمارات والسعودية، الأنظمة الموجودة في هذه الدول استثمرت فيه خلال السنوات الست الأخيرة. نعم. السيد صلاح البكوش، في نفس ربما موضوع التصريحات السيسي، يعني لماذا الآن يعتبر السيسي سرت والجفرة خط أحمر، بينما عندما كانت سرت تحت تنظيم الدولة وذبح فيها بعض الأقباط وعمل عملية انتقامية قصف درنة بدلا من سرت؟ يعني هل ترى أن هذه مفارقة أم الوضع قد تغير وله مبرر؟ لا لا، الوضع تغير في تلك الفترة. كان يعتبر مجلس الشورى درنة عدوا أكبر، وفي سرت يعني لم يكن، كانت بعيدة عنه وما إلى ذلك، ولهذا السبب كانت حكومة الوفاق تتعامل مع تلك القضية. ولكن الآن ما قاله السيسي، يعني خلينا بس نفكر ما هي الديناميكيات الوضع الآن. سرت والجفرة تحظى باهتمام روسي، وسرت والجفرة تحظى باهتمام حكومة الوفاق وتركيا، وسرت والجفرة تحظى باهتمام السيسي كما قال. أمريكا لديها حليفين هنا، تركيا ومصر، ولديها عدو استراتيجي روسيا. إذا تدخل السيسي سيتدخل لدعم أي طرف، هناك تركيا وحكومة الوفاق وهناك روسيا. لا يستطيع السيسي أن يتدخل في السرت والجفرة ويظهر بمظهر أنه يستخدم الأسلحة التي مولته بها أمريكا لدعم الروس ضد حليف نيتو متمثل في تركيا وحليفه حكومة الوفاق. فخيارات السيسي، يعني عندما يتحدث ضيفك على أنه ربما تدخل محدود، لا أدري ما يعني ما هو تدخل محدود. هو أعلن بأن سرت والجفرة خطوط حمراء، يعني بيتدخل إلى ماذا؟ إلا إذا قلنا أن تدخل محدود هو مجرد الدخول إلى الأراضي الليبية لعشرات الكيلومترات وخلق منطقة عازلة، ولكنه لا يحتاج لذلك لأن حفتر لم ينهار إلى هذه الدرجة. ففي تصوري أن اجتماع زوارة هو بخصوص سرت والجفرة وبخصوص الروس وبخصوص ديناميكيات الصراع وعدم تحوله. طيب هل إذن أنت الآن أنت تعتبر تصريحات السيسي مجرد تصريحات للاستهلاك الإعلامي ليس غير؟ مرتجلة، لأن السيسي إذا ما تدخل في ليبيا هذا يعطي إشارة لإثيوبيا بأن القوة، استخدام القوة لم يعد أداة على طاولة المفاوضات بينها وبين مصر، ولذلك ستقول للسيسي لنتفاوض حتى إلى يوم القيامة إن شاء الله، ونحن سنستمر في بناء استكمال السد وفي ملء السد، لأنه ليس هناك خيار عسكري لدى السيسي، وهو ما يقوم بالتلويح به بعض مستشاريه وبعض الدبلوماسيين المصريين. طيب عقيد عادل عبد الكافي، الآن بعد هذه الزيارة، زيارة قيادة الأفريكوم إلى والاجتماع بحكومة الوفاق، كيف تنظر إلى جبهة سرت الجفرة؟ هل ستكون هناك دفعة جديدة للتقدم أم هناك مزيد من المماطلة في هذه الجبهة؟ نعم، بخصوص سؤالك اللي سألته في الأول عن حجم الطائرة مدى الاهتمام بحكومة الوفاق الوطني
من خلال نقول ضخامة أو حجم الوفد الذي أرسل لمقابلة حكومة الوفاق الوطني، حتى نجد أن حتى الأطراف التي مثلت مع حكومة الوفاق الوطني كان رئيس الأركان العامة وأيضا آمر غرفة العمليات فجر ليبيا، عفوا بركان الغضب، وكذلك أمراء المناطق العسكرية، بمعنى محاولة إظهار يعني نقول ضخامة هذا الوفد والاهتمام بالعلاقة ما بين الإدارة العسكرية السادسة أفريكوم الممثل عن الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الوفاق. نعم. عمليات سرت الجفرة المواني النفطية، لا أتصور أن هنالك تراجع عن هذا يعني عن هذا المفصل، لأن هذا المفصل ليبيا حكومة الوفاق الوطني تريد إعادة تصدير النفط ورفع حالة القوة القاهرة، وهذا لن يتآتى في ظل سيطرة تطلق عليه هذا العمل الإجرامي بإيقاف تصدير النفط. كذلك وجود منطقة سرت وجفرة في يد قوات الجيش الليبي والقوة المساندة وتبعية لحكومة الوفاق الوطني في ظل طبعا الاستراتيجية التي نقول تتبعها مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى تحقق في استقرار ليبيا، خاصة أن تحرك عناصر تنظيم الدولة في منطقة الهروج أو جبال الهروج والمناطق الجنوبية لا زال يتم رصده من قبل الطيران أفريكوم، كذلك من بعض المعلومات الاستخباراتية، فلذلك من الأهمية طبعا العمل هذا الملف. أيضا طبعا نقول الولايات المتحدة الأمريكية ظلت عدة سنوات والدعم اللامحدود من حلفاء خليفة حفتر من دول الإقليمية الدعم لخليفة حفتر. اليوم بعد ما دخلوا الروس شعرت يعني بالخطر، شعرت بالتهديد الروسي على الأراضي الليبية، أصبح مية ومية وأيضا تدفق بعض العناصر لدعم العناصر الموجودة على الأراضي الليبية. نحن نتحدث عن ثلاث شركات روسية مرتزقة روس، فأصبح هنالك يعني نقول يعني هنالك نعم أفريقيا صراع يدور حول أفريقيا ما بين الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء الغربيين وكذلك روسيا في أكبر يعني نقول يعني تواجد أو أكبر قدرة على التواجد في بعض المواقع الاستراتيجية، فلذلك الولايات المتحدة الأمريكية نشكرك عقيد. نعم نشكرك عقيد عادل عبد الكافي الخبير العسكري والاستراتيجي، نشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة. أعود إليك سيد أحمد مولانا. سيد أحمد مولانا، ربما أيضا في جانب التركي كانت هناك محادثات توشك تحدث مع روسيا وتأجلت هذه المحادثات، هل نفهم أن الجانب الدبلوماسي لتحييد القوات الفاغنر قد فشل، بالتالي في انتظار أي تدخل أو حل عسكري حاسم لإخراج هذه القوات من ليبيا؟ يعني خبرة العلاقات التركية الروسية في المشهد السوري تحديدا بتقول أن مهما كانت التأزمات ومهما كانت يعني الخلافات في وجهات النظر إلا أن الدولتين بيوصلوا لتفاهمات من أجل تجنب حدوث اشتباكات ما بينهم أو بين قوات تتبعهم بشكل مباشر، حتى وإن كانت يعني هي ميليشيات واجنر. فأنا أظن أن هذا الأمر مضطرد ويمتد إلى أيضا إلى الساحة الليبية. فقط بخصوص قضية أن يعني السيسي ما المدى الذي قد يدخله، أنا أخذ تصريحات السيسي على محمل الجد أن المدى الذي يدخله وليقصد به أنه محدود، هو لن يتدخل لفرض حفتر على كامل التراب الليبي، ولكنه قد سيتدخل لمنع انهيار حفتر ولمنع فقده منطقة الهلال النفطي والمناطق الجوهرية والاستراتيجية في ليبيا. عندما تمددت قوات حكومة الوفاق وأوشكت على السيطرة على سرت، رأينا تدخل طيران حربي بكثافة قام باستهداف عناصر قوات حكومة الوفاق، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات منهم. فبالتالي أن تهديداته هنا لا ينبغي التعامل معها يعني في ظني أو في رأيي بنوع من الاستخفاف،
هو في الجانب العلاقة الخاصة بأثيوبيا هو لا يطرح حل عسكري لخيار سد النهضة، ولا يحظى أصلا السيسي بغطاء دولي أو غطاء إقليمي للقيام بمثل هذا الحل، في حين أنه في المشهد الليبي يحظى بغطاء إقليمي من بعض دول الخليج، ويحظى بغطاء من بعض الدول الأوروبية مثل ما ذكرنا من فرنسا واليونان، وأيضا قد تدعمه روسيا أو تمرر له روسيا قيامه بمثل هذا الأمر. فبالتالي المشهد الليبي يعني حاليا فيه أطراف متنوعة. طيب هل هذا ما يعنيه السيسي عندما قال أن تدخله الآن تتوفر له الشرعية الدولية؟ الشرعية الدولية نعم، وحاول أن يصطنع فكرة أنه مجلس النواب وأن بعض القبائل الليبية، وقال أننا سندخل ثم ننسحب، هو يريد أن يقول أنه سيدخل من أجل منع سقوط هذه الأماكن، وعندما تثبت سينسحب مرة أخرى. وأيضا يوجد حالة تحشيد كبيرة على الحدود المصرية الليبية، ويوجد في الإعلام المصري حالة تحشيد معنوي وديني تشارك في وزارة الأوقاف ومؤسسة الأزهر وغيره. فهذه الأمور يعني تزيد قليلا عن فكرة أنها مجرد مناورة إعلامية. لذلك هو تكلم نصا قال أنه يريد أن تثبت خطوط القتال على الوضع الحالي، وهدد أنها إن لم تثبت سيتدخل بشكل مباشر، وظني أن هذا الأمر ينبغي أخذه بمحمل الجد وليس اعتباره أنها يعني مجرد فرقعات إعلامية. هذا جانب. ونعود للعلاقة الروسية التركية، ظني أن حتى إن حدثت خلافات ستظل التواصلات وتظل التفاهمات للوصول لنوع من أنواع التفاهمات بين البلدين، ولكن يعني الدور الخليجي، الدور الإماراتي السعودي المصري، هو أيضا دور فاعل، لأنه يعني يحظى بدوائر علاقات وبشبكات دعم من دول متنوعة. طيب ألا تستقر ليبيا وألا تتمكن حكومة الوفاق من فرض سيطرتها على كافة الأراضي الليبية. طيب سيد أحمد، الآن ربما يعني بالعودة لهذه الزيارة، زيارة الأفريكوم، والحديث الدائم عن القلق من وجود التواجد الروسي، يعني ما الفائدة من هذه التصريحات ما لم يكن هناك يعني شيء فعلي أو على الواقع، ويمكن بالفعل أن تكون تصريحات الأفريكوم والإدارة الأمريكية جادة في إخراج الروس من ليبيا؟ يعني خبرة المشهد السوري نعود لها تحديدا، اعتدنا فيها على مثل هذه التصريحات من الإدارة الأمريكية، وأيضا على تصريحات مضادة من روسيا. فبالتالي المصالح أحيانا هذه الدول تتطلب يعني إبداء بعض المواقف السياسية، وفي ظني أن المشهد الحالي في ليبيا الذي يراد هو إيجاد نوع من أنواع بالفعل إيقاف القتال والدخول في هدنة أو نوع من أنواع التفاوض السياسي، وليس مواصلة القتال كي لا يعني ينفجر المشهد بشكل يصعب احتواءه بعد ذلك. فالإدارة الأمريكية تمارس نوع من أنواع الضغط من أجل تقليل الوجود الروسي، ومن أجل إعلان أنها غير راضية عن هذا الوجود، في رسالة لحلفاء روسيا على الأرض. وإن كان في الحقيقة يعني كما قال العقيد عادل أن الموقف الأمريكي هو موقف متذبذب طوال مرحلة الثورة الليبية، ورأينا يعني صمت أمريكي على هجوم حفتر على طرابلس، وعلى الدعم الذي حصل عليه حفتر من عدد من القوى الإقليمية والقوى الروسية والفرنسية، ولكن أمريكا عادت للمشهد من جديد عندما شعرت أن المعادلات على الأرض تتغير، وأنها لابد أن تكون موجودة كي تضمن مصالحها وتحفظ مصالحها، وألا تكون فرنسا وروسيا أو من جهة أخرى تركيا هي التي يعني تفرض يعني أو تدعم رؤيتها وتدعم المكون الليبي، سواء المكون الشرعي الممثل في حكومة الوفاق، نعم، أو المكون المتمرد والانقلابي المتمثل في حكومة حفتر. نعم، أعود إليك سيد صلاح. تبقى زيارة الأفريكوم الحقيقة لها دلالات كثيرة، واجتماعهم بحكومة الوفاق هذا ربما من رد صريح على ادعاءات حفتر والسيسي بأن الحكومة مسيطرة عليها من قبل ميليشيات، وأنهم يحاربون الإرهاب، وهذه التصريح الاسطوانة التي يستندون إليها. في رأيك يعني سيد صلاح البكوش، بغض النظر عن هذا الأمر، قضية دلالة الزيارة على شرعية الحكومة الوفاق، يعني ما مدى جدية دعم
الجبهة العسكرية في سرت والجفرة والتقدم حول إلى الهلال النفطي عند حكومة الوفاق مع هذه المماطلة طيلة المدة الماضية في الجبهة؟ نعم، أولا ليس هناك وجه مقارنة كما يحاول ضيفك أن يفسر بين الموقف الأمريكي في سوريا وموقفها الآن، أو موقفها عند الهجوم على طرابلس وموقفها الآن. الموقف الآن يصدر عن صوت موحد بين المؤسسة العسكرية الأمريكية والمؤسسة الاستخباراتية والمؤسسات السياسية بشقيهما التنفيذي والتشريعي. وأمريكا ليست لديها مصالح اقتصادية في ليبيا لكي تزاحم مصر أو تركيا. الدخل الليبي في أحسن أحواله لا يعادل ربع دخل شركة أمازون في 3 أشهر، لنكن واضحين بخصوص ذلك. ما يحدث الآن هو تهديد لميمنة الناتو أو جنوب أوروبا، والتواجد الروسي سيهدد ذلك عسكريا واقتصاديا، وسيسمح لروسيا بالتحكم في ممرات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا من جنوب المتوسط إلى شماله. هذه هي اهتمامات. عفوا يا سيد صلاح، طيب لماذا ماكرون مصر على دعم حفتر ودعم الجبهة التي تهدد جنوب أوروبا؟ يصر على دعم حفتر ولكنه لا يتحدث عن روسيا. هو سوف لن يعارض أي شيء داخل الناتو، مع أن عنده فيتو، لأي تحرك لمنع روسيا من إيجاد موطأ قدم في جنوب المتوسط، لأن ذلك سيهدد المصالح الفرنسية أكثر من سقوط حفتر. هذه هي الحقيقة. وأعتقد أن القول بأن السيسي سيتدخل، السيسي لن يتدخل، ليس لديه جيش ليتدخل، لأنه لا زال غارقا في مستنقع سيناء. سيناء بالكامل 70,000 كيلومتر مربع، منطقة فزان وحدها 500,000 كيلومتر مربع. فلذلك القول بأن هذا الاستعراض سوف يتمخض عنه تدخل في سرت والجفرة، وبذلك يظهر بمظهر من يدعم التواجد الروسي هناك، هذا لن يحدث. وأيضا يجب أن نسأل ما الذي سيتبقى لروسيا إذا ما دخلت مصر إلى حد سرت والجفرة؟ لم يعد لها أي أهمية آنذاك، سيقول لهم حفتر لا أريدكم، وبذلك تخسر روسيا تماما. من الأفضل لروسيا أن تتفاهم مع تركيا، أفضل لها من أن يدخل المصريين إلى غاية سرت والجفرة وبذلك ينتفي أي حاجة لوجود روسي. هذا أولا. أما بخصوص حكومة الوفاق وجديتها، نحن الليبيون علينا أن نتفهم. باختصار شيخ سيد صلاح، علينا أن نتفهم أن القرار لم يعد بيد الليبيين. أنت لا تستطيع أن تتحرك بدون التفاهم مع حليفك الذي أتى لإنقاذك في فبراير الماضي. يعني كيف تأخذ قرار بروحك كنا بنهجم وعدوا أنتم ملح ولا كيف؟ هذه هي الواقع. فالتحزن بأن حكومة الوفاق غير جدية ولا تعطي القرار وما لذلك، هذه مناكفات أنا نعارض في حكومة السراج، وأعتقد أنها أداءها فاشل. ولكن في هذه القضية، ويبقى أن الحليف التركي جاد في تحرير المنطقة، و ربما تصريحات لا يمكنك قول ذلك. لا يمكنك قول ذلك. هناك مصالح وطنية تركية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. القضية ليست مجرد
ما هي المصالح الليبية؟ روسيا متدخلة في سوريا التي هي على حدود تركيا وتشكل خطرا اكبر على طيب داهمنا الوقت سيد صلاح البكوس، ولكن دعني اعطي فرصه فقط للسيد احمد مولانا ايضا للتعليق ربما في كلمه اخيره سيد احمد مولانا حول الدور التركي ايضا، والى مدى يمكن ان يستمر في دعم حكومه الوفاق لتحرير سرت والجفره. يعني هذا الدور التركي في النهايه سيرتبط بالتفاهمات مع القوى الأخرى التي يعني تعتني بالمشهد الليبي كما قلنا مثل روسيا وأمريكا على الأقل باعتبارهم أكبر قوتين. دون وجود أي تفاهم أمريكي تركي سيصعب على تركيا أن تتدخل بشكل أكبر. في حالة وجود هذا التفاهم الأمريكي التركي يمكن لتركيا أن يعني تختلف مع روسيا أو مع فرنسا أو مع غيرها من الدول. فالأمر الآن يعني مرتبط بالتفاهمات الدولية والتفاهمات الإقليمية التي ستنعكس على المشهد الداخلي في ليبيا، لأن أي مبادرة من طرف بمفرده سيواجه برد فعل حد من الأطراف الأخرى مثلما شاهدنا كما ذكرت في محاولة التدخل في سرت ودخول سرت من قبل قوات الوفاق تعرضت لقصف جوي عنيف من قبل طيران حربي يعني يقال أنه مجهول الهوية، وإن كان المتردد أنه يعني الطيران الذي أمدت روسيا به حفتر أو أنه طيران مصري تدخل في الأمر. أيضا لا ينبغي أن نتجاهل اليوم بيان الذي أصدره مجلس الأمن القومي الأمريكي صباح اليوم والذي دعا فيه إلى وقف إطلاق النار وإلى اعتماد مقررات مؤتمر برلين، وذكر أيضا مبادرة إعلان القاهرة باعتبارها منطلقات للتفاوض. فهذا يؤشر أن أمريكا غير راغبة في مزيد من التصعيد وأنها تريد يعني أن يعني إيقاف الوضع على ما هو عليه والدخول في نوع من أنواع التفاوض. فما ستسفر عنه التفاهمات الأمريكية التركية أو التفاهمات التركية الروسية سيسفر هو الذي سيسفر عن مستجدات على الأرض. نشكرك. السيسي لا أظن أنه يغامر بتدخل دون وجود ضوء أخضر أمريكي أو روسي يسمح له بهذا الأمر. فبالتالي هذه التفاهمات خلال الأيام القادمة والزيارات المكوكية من وزراء خارجية عدد من الدول الكبرى ذهابا إلى تركيا وإتيانا إلى ليبيا وأيضا إلى مصر هو الذي سيرسم تطورات المشهد خلال المرحلة القادمة، لأنه يعني تلك الأطراف قد تتدخل بشكل مباشر في المشهد ولا يقتصر الأمر على مجرد دعم حفتر أو أن تركيا تدعم حكومة الوفاق. نشكرك السيد أحمد مولانا الباحث السياسي كنت معنا في هذه الحلقة، كما نشكرك أيضا سيد صلاح البكوش المحلل السياسي نشكرك على المشاركة، كذلك نشكر العقيد عادل عبد الكافي الخبير العسكري والاستراتيجي، كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.